عشرات القتلى والجرحى في حادث اصطدام شاحنة بحافلة وعدد من السيارات بعمادة حمودة من معتمدية فوسانة بالقصرين. انتهاء العملية الأمنية في حي الكرمة بالقصرين بالقضاء على عنصرين إرهابيين واستشهاد مدني وحجز عدد من الأسلحة والذخيرة. مجلس الأمن يفشل في التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا وتشكيك روسي في المعلومات المقدمة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. أكدت وزارة الداخلية أن حصيلة حادث المرور الذي جد صباح اليوم بمنطقة حمودة من معتمدية فوسانة من ولاية القصرين قد ارتفعت إلى 15 حالة وفاة، من بينهم سائق الشاحنة، وتعرض 71 آخرين إلى إصابات مختلفة. بمنطقة خمودة من معتمدية فوسانة التابعة لولاية القصرين جد حادث مرور مروع في السوق الأسبوعية بالجهة. صورة الحادثة ووفق شاهدي عيان تمثلت في اصطدام شاحنة ثقيلة بحافلة لنقل المسافرين. من تزيري ميز السيمان هابط من تالا كهو من با كيلومتر بعيد على السوق شوي، يتصيب الفراي يدخل في الكراهب، دز على الكراهب وعلى الكيران وزيد سوق ناس بالكراهب منه ومنه وسمي يتصيب ليه الفراي. مين جاي سمي؟ سمي جاي من المنتدى وهابط الحضره هذه هم الفرم خلف البطول تاع ضوء عمل كيف تشوف النار وتشوف الكراهب فاش مفحمه ولا مفحمه. الحادث تزامن مع السوق الاسبوعيه بالجهه ما ادى الى ارتفاع عدد ضحاياه واثاره استياء متساكني المنطقه. هذا اللي يعقل هذا يعقل سوق جاي في كياس في 2 متر ايش بلاصته ايش بلاصته واحد جاي يبيع في الدار ثلث وكعبه ثلاثه مصباح 100 برا في زندوق سوق ما ايش انت كي تطلع لهنا وتجي تلقى البلاصه هذه كان تطلع على بسكليت فراه مش تجيك من نجمش خلي مش هابط سيمي تعملون يعملوا علينا اكبر مزيه يشوفونا حل في اقرب وقت. صارت المعنيه كتجهيز اسكان يعرف هذه نتاع سيميات يعملنا حزاميه واحد جاي مركز علاش علاش يا خويا شوفونا حل يرحم والديكم. هذا وما تزال عمليات الانقاذ متواصله من قبل وحدات الحمايه المدنيه والحرس الوطني، ويشهد مكان الحادث بالجهه تعزيزات مكثفة من الجيش والأمن والحرس وإقليم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، بالإضافة إلى وصول سيارات إسعاف تابعة للمستشفى الجهوي بالقصرين وقيام عدد هام من الإطارات الطبية وشبه الطبية بإسعاف المصابين على عين المكان. وللمزيد حول هذا الحادث المروع تنضم إلينا مباشرة من القصرين مراسلة الأخبار نادية رتيبي. نادية مرحبا بك، هل من معلومات إضافية عن حيثيات هذا الحادث الأليم؟ نعم ليلى، هو حادث كارثي بكل ما للكلمة من معنى بمنطقة خمودة من معتمدية فريانة. للإضافة فقط أنه انزلاق الشاحنة تسبب في اصطدامها بعمود كهربائي ما تسبب في حروق بليغة شملت عدد من السيارات ووسائل النقل. وحسب معطيات من حماية المدنية فإن 17 وسيلة نقل من سيارات وشاحنة ودرجات نارية قد احترقوا بالكامل. أيضا هذا الحادث تسبب في وفاة حتى الآن 15 شخصا، 4 منهم في بسبب الحروق التي تعرضوا إليها داخل السيارات. وحاليا بالمستشفى الجهوي القصرين يجري إسعاف أكثر من 80 جريح وتحويل عدد آخر إلى المستشفيات الكبرى بتونس الكبرى وفي سوسة وإلى مستشفيات الحروق البليغة. نادية في هذا الإطار أثارت حالة استياء أهالي خمودة خاصة. نعم فقط نادية في إطار الحديث عن الجرحى، ماذا عن حالة الجرحى خاصة وأن مستشفى القصرين كان قد دعا المواطنين للتبرع بالدم؟ نعم حالات
كثيرة هي حالات حرجة، قد تم تحويل أغلبها إلى المستشفيات الكبرى. أيضا نسلط الضوء على وضعية المستشفى الجهوي بالقسرين، خاصة أنه آلة التصوير أو السكانير معطبة، وقد تم تحويل عدد من الحالات إلى سيدي بوزيد لإجراء السكانير. تم تحويل حالات في حالة حرجة إلى المستشفيات الكبرى في سوسة، مستشفى الحروق في تونس عفوا، الحروق البليغة، وإصابات أخرى خطيرة إلى مستشفيات في سوسة وتونس، وجري إسعاف بعض الحالات في المستشفى الجهوي بالقسرين بما توفر لديهم من إمكانيات. حالاته هنا في ولاية القسرين يوجد أكثر من 50 جريح، ونعم، وبالعودة إلى سوق خمودة، فإن السوق ليس في مكانه في المكان المحدد، هو على مستوى الشارع الرئيسي، وهو يمثل خطر كبير حسب الأهالي اللي طالبوا بتحويل وجهة السوق، وأيضا بتفعيل مشروع الطريق الحزامية اللي كان مبرمج منذ 10 سنوات، اللي يهتم يعني يضم أو يتم تحويل وجهة الشاحنات على مستوى هذه الطريقة الحزامية. نعم نادية رطيبي مراسلة الأخبار من القصرين، شكرا جزيلا لك. كما عاشت مدينة القصرين الليلة الماضية على وقع عملية أمنية استباقية انتهت فجر اليوم وبنجاح، وقد تم القضاء على عنصرين إرهابيين واستشهد مدني في هذه العملية الأمنية. نجحت الوحدات الأمنية في القضاء على عنصرين إرهابيين في عملية أمنية استباقية بحي الكرمة من ولاية القصرين، فيما استشهد شاب في 16 من عمره جراء إصابته بتلق ناري من قبل العنصرين الإرهابيين، وتعرض أحد أعوان الأمن إلى إصابة على مستوى الركبة حسب ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ لها. المواجهة التي اندلعت في حدود 3 فجرا بين وحدات مشتركة من الأمن والحرس والجيش الوطنيين انطلقت إثر توفر معلومات استخباراتية تفيد بتحصن مجموعة إرهابية بثلاثة مساكن في حي الكرمة، من بينهم الإرهابيين المدعوين جهاد المباركي وأسامة المحمودي، اللذين كانا يخططان للقيام بعمليات إرهابية بالجهة. وبانتهاء العملية بنجاح، اقتحمت الوحدات الأمنية والعسكرية المنازل الثلاثة التي تتحصن بها العناصر الإرهابية. وتشير المعطيات الأولية وفق وزارة الداخلية إلى حجز سلاحي كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وحزام ناسف وعدد من الرمانات اليدوية وسيف و3 هواتف جوالة ودراجة نارية كان يستعملها أحد الإرهابيين الاثنين في التنقل بين القصرين والمناطق الجبلية المتاخمة لها، مضيفة أن عمليات التفتيش والتمشيط ما زالت متواصلة. ومعنا مباشرة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح. سيد مصباح مرحبا بك، هل من تفاصيل أوفى حول هذه العملية الأمنية الاستباقية؟ قبل ما نصل في تفاصيل العملية الأمنية، كنت تحدثت على الحادث القصرين، عندنا هنا حصيلة جديدة أولية تتمثل في الخسائر البشرية التالية: 16 حالة وفاة، 14 منهم على عين المكان رحمهم، وزوز ماتوا بعد ما تأثرين بإصابات بليغة بالمستشفى. عندنا 85 حالة إصابة جرحى، تم تحويل عديد من الإصابات باعتبار أنه خسارة اكتظاظ في مستشفى القصرين، تم تحويل العديد الإصابات هذه حسب الخطورة إلى مستشفيات أخرى، منهم الإصابات والحروق البليغة بالعروس، مستشفى القصاب، مستشفى الأغال والبقيروان، ومستشفى سهلول بسوسة. في الخسائر المادية في الحادث ثم اشتعال 14 سيارة مدنية، ثم اشتعلوا كلهم اشتعال كلي، اشتعال الشاحنة اللي هي تثبت في الحادث واللي كانت معبية بالاسمنت يعني بالسمنت، وتضرر الحافلة التابعة زي السارة معرفة الدام تابعة للشركة الجهوية للنقل بالقسرين. هذا فيما يتعلق بآخر إحصائية قدامي توا، فيما يتعلق آخر إحصائية أولية فيما يتعلق بحادث القصرين. نعم. بالنسبة للعملية الأمنية اللي جدت البارح، هي عملية لو نحب نقول ونأكد أنها عملية استباقية واستخباراتية، يعني كان التحضير لها منذ مدة، وتوفرت معلومات استخباراتية لدى الوحدات الأمنية بوجود العنصرين الإرهابيين لذوما في الدار هذه في الحي الموجود في وسط القصرين، حي الكرمة في وسط القصرين.
تم رصد تحركات الارهابيين هذوما، وصارت العمليه الامنيه البارح اللي قامت بها وحدات تدخل سريعه التابعه للفوج الارهاب، قامت بها وحدات طلائع الشرطه كذلك، وقامت بها وحدات من الجيش الوطني، وتم في مسح الاول القضاء على العنصر الاول الارهابي الاول، هما زوج عناصر ارهابيه كانوا في الدار هذيا. ثم في مرحله ثانيه وبعد تبادل اطلاق نار كثير تم القضاء على العنصر الارهابي الثاني، وللاسف يعني نترحموا على الشهيد المواطن اللي شاب اللي كان يبلغ تقريبا حدود 16 او 18 سنه عمره يعني، وكان موجود على عين المكان، كما تم تزيد اصابه عون على مستوى عون امن تبع الوحدات الامن على مستوى الركبه، ولكن لا باس تم اسعافه لا باس. اللي نحب نقولوه انه زوج عناصر هذوما كانوا يحضروا العمليات الارهابيه في المنطقه، في منطقه قصرين والمناطق المجاوره، ووقت اللي تم الاقتحام المسكن اللي كانوا موجودين فيه تم حجز عديد، فما اسلحه كلاشنكوف، زوج اسلحه كلاشنكوف، ذخائر ذوما القنابل اليدويه والحزام ناسف وسيف سيف كبير هذايا، وجهاز معناتها موتور هذايا معناتها الدراجه هي كانوا يستعملوها الارهابيين هذوما الزوز في رصد الاماكن وفي التنقل من والى وسط القصرين والمناطق الجبليه المتاخمه لولايه القصرين. نعم. اذا العمليه هي عمليه استباقيه استخباراتيه، ماهيش تاع البارح، هي عمليه تم التحضير لها والتمهيد لها منذ مده، ولكن معناتها الوحدات الامنيه كانت تتبع وترصد في تحركات الزوز الارهابيين هذوما اللي ما زالت الابحاث جاريه، لكن اكيد انهم عندهم ارتباطات مع عناصر ارهابيه اخرى سابقه وعمليات ارهابيه اخرى صارت في هذه الشهور تو بحول الله، يعني بعد تكمل الابحاث نعطيو اكثر تفاصيل، انهم كانوا مرتبطين حتى بعمليات ارهابيه اخرى صارت في البلاد، وفما شكون من العناصر الارهابيه هذه يعني مصنف عنصر خطير جدا. نعم سيد ياسر مصباح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. ونذكر مشاهدين إذن وحسب آخر حصيلة محينة مدنا بها الآن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح، ارتفعت حصيلة الحادث الأليم الذي جد بمنطقة أحمودة من ولاية القصرين إلى 16 حالة وفاة. وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب أكد أمس في تصريح إعلامي على هامش زيارة أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من القيادات الأمنية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أكد أن التهديدات الإرهابية ما زالت موجودة ويجب أن تظل جاهزية قوات الأمن الوطني في أعلى مستوى لها وفي نسق تصاعدي. وفي قصر قرطاج انعقد اليوم أول مجلس وزراء لحكومة الوحدة الوطنية بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أكد خلال زيارة قام بها لثكنة الحرس الوطني بالعوينة يوم أمس أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سينظر في مشروع قانون يحفظ حقوق عائلات الشهداء. عربيا ودوليا، لم يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا لاستخدامها أسلحة كيميائية، وذلك بسبب تشكيك روسيا في الدليل الذي قدمته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. حال تشكيك الحليفة السورية روسيا في تقرير يتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيميائية، حال دون توصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت موسكو إنه لا يجوز لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية استخدام النتائج لفرض عقوبات، مضيفة أن المحققين لم يقدموا أدلة مادية. وكان تقريرنا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألقى بالمسؤولية على القوات الحكومية السورية في هجومين بغاز الكلور وقع مايو 14 و2015 و2000 في مدينة إدلب السورية. على صعيد آخر، أفادت مصادر مرتبطة بتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الإرهابي بمقتل أبي محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم وقائد عملياته الخارجية في مدينة حلب، وأضافت هذه المصادر أن العدناني قتل خلال متابعته للعمليات العسكرية لصد الهجمات في المدينة. من جهته أعلن مسؤول أمريكي أن غارة جوية استهدفت سيارة كان يستقلها أحد قادة هذا التنظيم الإرهابي في حلب، مضيفا أن البنتاغون يتابع نتائج هذه الغارة.
وعرف العدناني بدعواته لمؤيد التنظيم الإرهابي لشن هجمات فردية في الدول الغربية، وكانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة مالية هامة مقابل أي معلومات تفضي للقضاء على العدناني أو القبض عليها. أعلن رئيس الوزراء التركي علي يلدرم أن بلاده ترفض وقف إطلاق النار مع المقاتلين الأكراد شمال سوريا، وقال يلدرم أن التوغل العسكري التركي في سوريا سيستمر لحين زوال جميع التهديدات وضمان الأمن الوطني، في إشارة إلى ما يعرف بتنظيم الدولة الإرهابي والأكراد. من جهته أكد الوزير التركي للشؤون الأوروبية أن بلاده لا تقبل في أي ظرف تسوية أو وقفا لإطلاق النار بين تركيا والعناصر الكردية. وكان مسؤول عسكري أمريكي قد أعلن الثلاثاء أن القوات التركية والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا قد توصلوا إلى اتفاق غير رسمي لوقف القتال بينهما. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير إن بلاده لن تسمح للحوثيين المتحالفين مع إيران بالاستيلاء على اليمن، متهما طهران بالسعي لنشر الاضطراب في أنحاء المنطقة على حد تعبيره. كما قال الجوبير إن الفرصة المتاحة أمام الحوثيين هي الانضمام للعملية السياسية والتوصل لاتفاق من أجل مصلحة كل اليمنيين. من جهته كان رئيس المجلس الحاكم المدعوم من الحوثيين قد عبر عن الاستعداد استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب الممتدة منذ 18 شهراً. في أكبر عملية إنقاذ للمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، تمكن خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ أكثر من 6000 مهاجر قبالة السواحل الليبية في يوم واحد. هم لاجئون قدم أغلبهم من إريتريا والصومال ونيجيريا وغامبيا، فخلال 40 عملية إنقاذ في يوم واحد تمكن خفر السواحل الإيطالي مدعوما بسفن تابعة للبحرية الإيطالية والأوروبية من إنقاذ أكثر من 6000 مهاجر قبالة السواحل الليبية. كما قال حرس السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ نحو 3000 مهاجر في مضيق صقلية خلال 30 مهمة إنقاذ منفصلة أمس، ليصل الإجمالي إلى نحو 10000 في يومين، ما يمثل تسارعا حادا في وصول اللاجئين إلى إيطاليا، أرقام كبيرة لكنها جزء من موجة لجوء متوقعة من إفريقيا، خصوصا مع هدوء البحر الذي يغري اللاجئين لركوب المخاطر في قوارب مطاطية. وأشارت بيانات للمنظمة الدولية للهجرة أن نحو 105000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بحرا هذه السنة، الكثير منهم أبحر من ليبيا، وخلال نفس الفترة لقي ما يقدر بنحو 2726 من الرجال والنساء والأطفال لقوا حتفهم خلال محاولة القيام بهذه الرحلة، وأن هناك 275000 لاجئ ينتظرون في ليبيا من أجل العبور إلى إيطاليا. وتصنف منظمات دولية عام 2016 بأنه الأكثر خطورة على اللاجئين، وأن شخصا من بين 85 يفقد حياته في رحلة الموت على متن قوارب غير صالحة للإبحار يسيرها مهربون لا هم لهم سوى الربح. في أخبار الرياضة، أعلن نادي أندرلخت البلجيكي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدولي التونسي حمدي الحرباوي لمدة عامين قادما من أودينيزي الإيطالي في تجربة لم تدم طويلا، ويعد نادي أندرلخت خامس فريق بلجيكي يلعب لفائدته الحرباوي. يتابع المنتخب التونسي لكرة القدم بالملعب الفرعي بسوسة تحضيراته لملاقاة ليبيريا يوم الأحد المقبل بملعب المنستير في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالجابون. خاض المنتخب الوطني لكرة القدم ثاني تدريباته بملعب سوسة الأولمبي تمهيدا لخوض مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام منتخب ليبيريا الأحد المقبل على أرضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وركز الإطار الفني بقيادة المدرب موريكا سبرجاك على الاعتناء باللياقة البدنية للاعبين قبل الدخول في الجانب التكتيكي. دخلنا معنا في ريكوبيراسيون البارح، واليوم ان شاء الله نبداو معنا الاستاج نتاعنا، يبدا ان شاء الله من اليوم. نعرف المنتخب الليبيري معنا باش نلعبوا له، معنا منتخب قوته في اللياقه البدنيه نتاعو، لعبنا له غادي كريناه معنا فاز علينا سورتو كي في الدويل. انا محضرين بالكدا ان شاء الله بقدر ربي نعملوا ماتش به ونترشحوا. ولم تسجل حصه تمارين اي غيابات تذكر في صفوف اللاعبين،
لتبقى جميع العناصر متاحة للقاء الأحد الذي سيكون مصيريا للترشح لكان الجابون 2017. مقابلة تطلب برشا تركيز فاصل بينه وبين منتخب الليبيري، بإذن الله نكونوا حاضرين كما يلزم باش نجموا نترشحوا لنهاية كأس أفريقيا، وقدرة الله معناها ماناش باش نساهموا في الملعب بتاعنا. إن شاء الله نكونوا حاضرين هالمقابلة، والناس كلهم على الجروب كامل حاسس بالمسؤولية هذه. إن شاء الله باش نكونوا حاضرين وباش ننتصروا إن شاء الله باش نترشحوا نهاية كأس أفريقيا، وهذا يحفز لنا معناها باش نكونوا حاضرين وندخلوا معنا التصفية نتاع كأس العالم معناها بحضور وافرة. هذا وقد تم الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم ووزارة الداخلية على السماح ل8000 متفرج بحضور المباراة، على أن تنطلق عملية بيع التذاكر يوم الجمعة على الساعة 10 صباحا. وقبل التذكير بالعناوين نعود مشاهدين إلى الخبر الرئيس في نشرتنا، حيث أسفر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بمنطقة خمودة من معتمدية فوسانة بولاية القصرين أسفر حسب آخر حصيلة محينة عن وفاة 16 شخصا وإصابة 85 آخرين. وأفاد البلاغ أن مصالح وزارة الصحة تولت حال علمها بوقوع الحادث تسخير 10 سيارات إسعاف مجهزة وفرق مختصة في الطب الاستعجالي، بما مكن من إجلاء الضحايا وإسعاف وإنقاذ المصابين في وقت وجيز والتعهد بعلاجهم بكل من المستشفى الجهوي بالقصرين ومستشفيات القيروان وسوسة وتونس وبن عروس. كما نذكر مشاهدينا أن مدينة القصرين عاشت كذلك الليلة الماضية على وقع عملية أمنية استباقية انتهت فجر اليوم وبنجاح، وقد تم القضاء على عنصرين إرهابيين. وأفادت وزارة الداخلية بأن العملية الأمنية الاستباقية انطلقت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إثر توفر معلومات استخباراتية تفيد بتحصن إرهابيين بأحد مساكن حي الكرمة بالقصرين، وكان يخططان للقيام بعمليات إرهابية بالجهة. وأضافت أن العملية الأمنية التي نفذها الفوج الوطني للتدخل السريع بإدارة مجابهة الإرهاب تم القضاء خلالها على العنصر الإرهابي الأول منذ بداية العملية، لتتواصل الاشتباكات وتبادل إطلاق النار والقضاء إثر ذلك على العنصر الإرهابي الثاني. كما أسفرت العملية عن استشهاد مواطن جراء إصابته بطلق ناري من قبل العنصرين الإرهابيين، وتعرض أحد أعوان الأمن إلى إصابة على مستوى الركبة. وتشير المعطيات الأولية وفق وزارة الداخلية إلى حجز كمية من الأسلحة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عشرات القتلى والجرحى في حادث اصطدام شاحنة بحافلة وعدد من السيارات بعمادة خمودة من معتمدية فوسانة بالقصرين. انتهاء العملية الأمنية في حي الكرمة بالقصرين بالقضاء على عنصرين إرهابيين واستشهاد مدني وحجز عدد من الأسلحة والذخيرة. مجلس الأمن يفشل في التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سوريا وتشكيك روسي في المعلومات المقدمة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.